مشتركنا القادم على وتر الحروف ناوي يخوض التحدي، مشواره من البست تالنت ابتدى. خلينا نتعرف عليه اكثر من خلال هالكليب. اسمي اياد غزال، طالب هندسه معماريه، عمري 19 سنه، من نابلس. موهبتي القاء الشعر وتاليفه. تغار علي حتى من خيالي وتنسى انه الظل الخدوع، تكابر لا اغار ومقلتيها. يمشي المثلث في يديه بخفة فوق المراسم للخرائط عابرة. بحاول أتميز عن بقية اللي بيلقوا الشعر، لأنه عدد اللي بيلقوا الشعر كان كتير، بأسلوبي بحضوري عن المسرح، وإن شاء الله توقع مني مفاجأة جديدة على المباشر. على لسان الأسير مناجيا الشمس أقول: يا حالة الشمس بين الفجر والصبح، بوحي بسرك لا تأبي عن البوح، إن عبت نورك ظلما دون ما قصد فاعفي عن الذنب لا تأبي عن الصفح. طال الغياب وبرد السجن يعصرني، بيني وبينك قضبان على السطح، البرد حولي في الأنحاء يقرصني، عمي المكان بنور ضيائك السمح. خصلات نورك قد كانت ضفائرها تلتف حولي تحميني من الرشح، تعلو المآذن شامخة بلمعتها، تنساب بين حقول القمع حقول الورد والقمح. اليوم أكمل شهرا دون مطعمه، حسب المياه وحسب حفنة الملح، إن عشت أحيا عزيز النفس منتصرا، إن مت رحما فما للميت من ذبحي، وإن خرجت وإني خارج حتما فلنترك الليلة ولنركب على الصبح. قالوا وصرح مسؤول لهم عبثا: فلتترك الجوع ولتسمع إلى النصح. قالوا: تمرت وراء القضبان منفردا، لن تكسر القيد أو تقوى على البوح. البعض قال: سندعمهم متى خرجوا، قالوا وقالوا: كفى للقول والنبح، ليس الكلام بيوم من سيخرجنا، على يدي سيأتي الملح بالفتح. شكرا كثير لك. خلينا نشوف شو رأي أستاذنا أحمد. جميل، عندك إحساس راقي، صور فعلا جميلة، لكن أحيانا تستجلب أو يعني تعصر بعض الكلمات لتتناغم مع القافية. أنا بتمنى لك التوفيق، وأنت موهبة حقيقية، وبتمنى أن أن يصوت لك الجمهور، لأنك تستحق الاحترام والتصويت. شكرا. دينيس، كلامه جدا واضح، القاء جميل، الكلمات وصلت بوضوح، وصف كمان جميل، فبتمنى لك التوفيق لقدام. شكرا. دلال، لغتك جدا هيك رناني حلوي، في بلاغة، صور جميلة، القائك حلو مقنع، في احاسيس مختلفة بتوصلنا اياها، ممتاز، يعني بتعرف تجذب الجمهور لقبالك. شكرا. عمار، أتقنت يا إياد، أنت مشروع شاعر مستقبلي رائع بصراحة، يعني أنا أتمنى لك كل التوفيق، وأتمنى أن يحالفك الحظ وتستمر معنا في البرنامج. شكرا. علاماتكم لو سمحتوا. ثلاثة دي واحدة إيه، للي بحب يصوت له على الرقم 81. موفق إن شاء الله.